نعمل تاني وصفة من آخر حلقة من حلقات ألمانيا، وهي الدوناتس الألماني. ومقادير الدوناتس 500 جرام دقيق، 3 معلقة صغيرة خميرة، 100 جرام زبدة، 40 جرام سكر، 1 معلقة صغيرة فانيليا، 1 معلقة صغيرة ملح، 2 بيض، 125 مللتر لبن وزيت للقلي، وعندنا سكر بودرة ومربى التوت للحشو. أول حاجة هنعملها هنحط الخميرة وشوية من اللبن وشوية من السكر، وهنخلطهم مع بعض أو هنسيبهم مع بعض لحد الخميرة ما تبتدي تتفاعل وتطلع ثاني أكسيد الكربون. وبعد كده هنحط بقية المقادير، بقية اللبن، البيض، السكر، الفانيليا، الدقيق، وآخر حاجة الزبدة والملح، ونخلطهم كلهم مع بعض. والعجين لسه محتاج يتضرب لمدة حوالي 5 دقايق كمان لحد ما يبقى ناعم ونقوي كمان خيوط الجلوتين اللي فيه. وبعد كده هنفرد العجين ونقطعها على شكل دوائر بالشكل ده، وهنسيبها تخمر مرة كمان، وبعد كده هنبتدي نقليها في الزيت. نحط واحدة نشوف الزيت جاهز ولا لسه. وطبعا هنستنى لما تبقى لونها ذهبي حلو على الناحيتين. نحط دول ممكن لحد ما نبتدي نحشيها، يكونوا هما كمان بقوا جاهزين. ودي دوناتس كانت مقلية من قبل كده، وهنستعمل الجداد برضو. هنجيب الكون ده علشان نعمل بيه فتحة، وبعدين نبتدي نحشي
الدوناتس. واخر حاجه هنرشهم السكر البودره. اوكي نرشهم بنرشهم بالسكر البودره وبعدين نحطهم في طبق التقديم. ولو احتاجنا تاني دول كمان جاهزين عشان نملأ طبق التقديم كويس.